أول تصريح رسمي من محمد صلاح ودعم منتخب مصر. أكد تيدي شيرينغهام نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق أنه كان محظوظا باللعب في صفوف توتنهام هوتسبير لمدة موسمين، كما شهد بما يقدمه الفرعون المصري محمد صلاح في الدوري الإنجليزي. وقال شيرينغهام: أفضل أندية في العالم تريد التعاقد مع محمد صلاح الآن، لم نسمع من قبل في الدوري الإنجليزي الممتاز عن عقود طويلة الأمد، ولكن أعتقد أن ليفربول سيبذل كل ما في وسعه للبقاء على صلاح، وأعتقد أنه سعيد في ليفربول. وأضاف شيرينغهام عبر برنامج ريمونتادا بقناة المحور: توتنهام كان في أفضل أحواله تحت قيادة بوتشينيو، فهو مدرب رائع وقاد الفريق لنهاية دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، وتابع: فوجئت برحيله وكان يجب منحه وقتا أكبر، ولكن إدارة توتنهام حاولت الاستثمار مع مورينيو الذي أثبت كفاءته من قبل، وكان يجب أن يحقق إنجازات أفضل من بوتشينيو، ولكنه مر بأوقات صعبة في توتنهام. وأضاف: كنت أفضل مدير فني متاح وصاحب كفاءة عالية، وحقق ألقاب والتعاقد معه أفضل قرار بعد رحيل بوتشينيو، ويجب توفير المال له ليتعاقد مع صفقات شتوية مميزة وتقديم أداء أفضل. وأشار إلى أن توتنهام بمقدوره حال توفر صفقات جيدة في شهر يناير المقبل لانهاء البريمير ليج في المركز الرابع. وعن الفريق الذي يرشحه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي: أتمنى فوز تشيلسي رغم أنني لم أكن مشجعا لهذا الفريق،